حياكم الله مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج البيئة توعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. ولمعرفة تفاصيل الحلقة فلنتابع العناوين. استخدام الغازات الصديقة للبيئة في معامل تصنيع أجهزة التبريد التابعة للعتبة الحسينية، ورش عمل وندوات لتعزيز الثقافة البيئية للحد من التصحر. ونشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. في سابقة ربما هي الأولى أن تحضر لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى وزارة البيئة في رغبة منها الاطلاع على واقع الوزارة والظروف الإدارية والمالية والفنية التي تحيط في إدارتها. لجنة الصحة والبيئة النيابية تعمل جاهدة على توسيع أفق التعاون مع وزارة البيئة حال وزارة الصحة، ويكون لها دور قيم ودور إيجابي في كافة المجالات، باعتبار أن وزارة البيئة والبيئة هي من أهم الأمور التي يعني مثارة في الوقت الحاضر. وزارة البيئة والتي تتولى ملفات وطنية مهمة منها الإدارة المتكاملة لموضع خطة التكيف الوطنية الخاصة بوضع المعالجات للآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، ومبادرة إدارة الطاقات المتجددة وغيرها. تم مناقشة التحديات الجدية التي تواجه البيئة العراقية، قدمنا عرض متكامل عن مهام وزارة البيئة، التحديات التي تواجهها، أولويات هذه التحديات، الخطط والبرامج اللي وضعتها وزارة البيئة، آليات عمل وزارة البيئة، التحديات اللي نواجهها خصوصا فيما يتعرض بالأزمات اللي واجهتها هذه الوزارة منذ دمجها مع وزارة الصحة ومن ثم فصلها عن الوزارة، المشاكل والصعوبات المالية والإدارية اللي نعانيها. بالتأكيد لدينا رؤية واضحة لعمل وزارة البيئة. رغبة المؤسسات التشريعية والرقابية والوزارة القطاعية المعنية في إشراك الجهود الهدف منها الوصول إلى خطط وخطوات من شأنها تقليل المشاكل البيئية وإلزام الأنشطة المختلفة بالضوابط البيئية. كلجنة الصحة والبيئة التعامل ومتابعة عمل وزارة البيئة وإعطائها دورها، أخذ دورها في أدائها الحكومي، وكذلك أنه راح نتعاون معهم في إعداد موازنة تليق بهذه الوزارة، خصوصا وأن البلد يمر بظروف بيئية صعبة جدا من تصحر ومن ارتفاع درجات حرارة ومن. هتحاول اللجنة أن تضع ميزانية خاصة لموضوع التغيرات المناخية بمعزل عن ميزانية وزارة البيئة، وكذلك الاتفاق على مشروع مهم وهو رفع الوعي تجاه التغيرات المناخية داخل مجلس النواب العراقي لتحديث التشريعات البيئية المهمة. احنا نحتاج تشريعات حقيقة في موضوع استحصال التمويل من الجهات الدولية، كذلك موضوع أسواق الكربون العالمية. الاتفاق على إعادة النظر في التشريعات والقوانين بما يناسب وتطورات المرحلة كي يضمن تطبيق المحددات البيئية بشكل يسهل على الأنشطة والفعاليات المعنية تقديم الخدمات وفق العنوان المرجو، وهو نشاط صديق البيئة، إضافة للتوعية البيئية هي مسؤولية وطنية ومفتاح الوصول لمجتمع واعي يأمن صحة وسلامة بيئة المواطن العراقي. لبرامج التوعية البيئية نمير علي الحسون. التصحر وتأثيراته على تدهور الأراضي الزراعية أهم المحاور التي تناولتها الندوة التوعوية التي نظمتها دائرة التوعية والإعلام في مقر وزارة الداخلية مديرية التدريب والتأهيل. طبعا تفاصيل أكثر سنشاهدها من خلال التقرير الذي عدته لنا الزميلة بان سمير.
استكمالا للحملات والأنشطة والفعاليات التوعوية في إشاعة المفاهيم البيئية وأهميتها على صحة الإنسان وبيئته، نظمت دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة ندوة توعوية عن التصحر وتأثيراته على تدهور الأراضي الزراعية للبيئة العراقية في مقر وزارة الداخلية. احنا محتاجين إلى هيك ورش عمل لبيان ما يؤثر على البيئة العراقية ومنها التصحر وما إلى من آثار سلبية على المجتمع بصورة عامة. فهذه احنا مشكورين وزارة البيئة بإلقاء هيك محاضرات على ضباط وزارة الداخلية وباقي مفاصل الدولة. نحن اليوم في وزارة الداخلية دائرة التدريب والتأهيل قمنا بإعطاء ندوة توعوية عن موضوع التصحر وتأثيراته على المساحات الخضراء. هذه تأتي ضمن سلسلة من الورش والندوات التي تقيم بها دائرتنا ضمن اتفاقية غلاسكو للتغيرات المناخية، وهذا أحد الأطر التوعوية حول موضوع التصحر وما له على صحة الإنسان والمجتمعات. إجراءات ومعالجات من شأنها الحد من ظاهرة التصحر، منها إيجاد أساليب لتحسين مستوى قدرات البلاد في وضع برامج استعدادا لمواجهة الجفاف، وتطبيق برامج للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، واستخدام طرق الري الحديثة، وإنشاء مراكز بحثية تعنى بالمناطق الجافة وتطويرها وربطها بمنظومة الأقمار الصناعية. طبعا ظاهرة التصحر بالآونة الأخيرة كثرت، والمساحات المتصحرة زادت بسبب عوامل جغرافية وعوامل بيئية، من بينها هي قلة مصادر المياه بالوقت الحاضر، فزادت المساحات المتصحرة. وطبعا هنالك يعني أكو جهود حثيثة من قبل وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية في سبيل الحد من هذه الظاهرة. نظمت دائرة الإعلام البيئي بالتعاون مع وزارة الداخلية مركز التدريب والتأهيل ندوة توعوية عن مفهوم التصحر وتأثيره على تدهور الأراضي الزراعية، حيث وضعت خلال الندوة مفهوم التصحر وعلاقته بالتدهور الأراضي وظهور العديد من الكثمان الرملية وتكوين العواصف الغبارية. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الورش والندوات التي تقيمها وزارة البيئة للتعريف بالتغيرات المناخية في عدد من وزارات الدولة وفق الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق. التلوث الضوئي يتمثل بالاستخدام المفرط للأضواء الصناعية التي تغير من الإضاءة الطبيعية للبيئة، مما يؤثر على صحة وسلامة البشر والحياة البرية ونمو النباتات، ويؤدي إلى زيادة في استهلاك الطاقة، ويتدخل في البحوث الفلكية، ويسبب اضطراب النظم البيئية. ومن أسباب التلوث الضوئي هو الاستخدام المفرط للافتات المتوهجة وأضواء الزينة وإنارة الشوارع القوية غير المدروسة وترك الغرف غير المستخدمة مضاءة، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني الذي يسبب وجود العديد من مصادر الضوء في منطقة محدودة. خطوط إنتاج بمواصفات عالمية واستخدام غازات أكثر أمانا لطبقة الأوزون، أهم مميزات مكيفات الهواء التي تنتجها المصانع التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. كاملة برنامجنا كانت هناك وعدت لنا زميلة يمامة كامل هذا التقرير فلنشاهد. بكفاءة عالية ومواصفات أكثر ملائمة للبيئة وبخطوط إنتاج تعتمد على غاز تبريد لا يترك أثرا على طبقة الأوزون، ينتج مصنع الوارث التابع إلى العتبة الحسينية المقدسة منظومات تبريد ومكيفات هواء لصالح الأسواق المحلية. فريق مشترك من دائرة التوعية والإعلام البيئي ومديرية بيئة كربلاء المقدسة كان هناك لتسليط الضوء على خطوط إنتاج بمواصفات عالمية تواكب متطلبات الحماية البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة للبيئة. وحقيقة أحد مميزات أجهزة وارث
ماركة العتبة الحسينية المقدسة هي الغازات الصديقة للبيئة، حيث تم العمل منذ المراحل الأولى لإنشاء المصنع وبالتنسيق مع وزارة البيئة العراقية الموقرة ودوائرها المعنية في كربلاء المقدسة وفي بغداد، وعبر الزيارات الدورية للجان المشرفة صار عملية انتقال من الغازات الغير صديقة للبيئة مثل غاز R22 إلى الغازات الصديقة للبيئة، وأهمها وأشهرها حاليا هو غاز R410. الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة في العراق ساهم في ارتفاع ملحوظ في ظهور صناعات ذات تنمية مستدامة تساعد في تحقيق الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين البيئة والصحة العامة في العراق. حاليا مثل ما شفتوا بالمصنع، حاليا استخدام الغاز هو غاز R410، وهو بديل عن غاز R22 غاز صديق للبيئة. حسب توجيهات وزارة البيئة احنا باشرين من حال الموضوع من حاليا، وان شاء الله بنهاية 25 بداية 26 راح يكون كل استخدامنا الغازات الصديقة للبيئة. طبعا احنا حضرنا اكثر من ورشة، واخرها كانت موجودة هنا بمقر الوزارة في كربلاء، وكانت أيضا عن الغازات الصديقة للبيئة، واستفادينا من عدها وبلشنا نطبقها عندنا حاليا بالمصنع. تمر مديرية بيئة كربلاء وكوادرها بزيارة المنشآت الصناعية وحثهم على استخدام البدائل الصديقة للبيئة، أيضا من خلال إقامة ورشات تدريبية توجيهية للعاملين في ورش التبريد. أيضا قامت كوادر من مديريتنا بزيارة مشاريع العتبة الحسينية اللي تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية صديقة للبيئة باستخدام غاز 410 صديق للبيئة والغير مضر للأوزون. وزارة البيئة أثنت على هذه الخطوة التي تعزز الوعي البيئي وتساهم في تقديم نموذجا للمستثمرين من أجل إنشاء صناعات وطنية ذات معايير بيئية واقتصادية تخدم العراق وبيئته. يتمثل تلوث التربة باختلاط التربة بمواد كيميائية ليست من المكونات الأصلية لها وإنما من صنع الإنسان، مما يؤثر على نمو النباتات التي تشكل المصدر الرئيسي لغذاء الإنسان. ومن أسباب تلوث التربة أولاً النفايات الصناعية الصلبة التي تتراكم على سطح التربة وتجعلها غير صالحة للاستخدام. ثانياً امتصاص التربة للمواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسمدة ومبيدات الآفات. ثالثاً تسرب النفايات البيولوجية مثل البول والبراز للتربة من خلال نظام الصرف الصحي أو عن طريق الحفاظات المستعملة والتي ترمى في مقالب القمامة. رابعاً تسرب النفط إلى التربة أثناء نقله أو تخزينه. خامساً وأخيراً اختلاط المطر الحمضي بالتربة. المشاهدين ننتقل إلى الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. تسعى وزارة البيئة إلى ضم المناطق الطبيعية في محافظة الأنبار والتي تمتاز بالطابع البيئي الفريد من نوعه إلى قائمة المناطق المحمية،
مدير عام دائرة بيئة الوسط الدكتور شاكر أحمد الحاج بيّن أنه تم إجراء زيارات ميدانية إلى قضاء حديثة وناحية البغدادي من قبل فرق بيئة الأنبار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الإنمائي يونب وقسم الأهوار والتنمية المستدامة، فضلاً عن ممثلي وزارة الزراعة لإجراء عدد من المسوحات الميدانية لتحديد مدى مطابقة المنطقة للمعايير البيئية الدولية والمحلية الخاصة بالمحميات الطبيعية. أجرت الفرق الرقابية في مديرية بيئة باب الكشوفات الموقعية على عدد من الأشطة والمشاريع الخدمية لمعرفة مدى التزامها بالشروط والمحددات البيئية. مدير بيئة باب المكي هادي عمران قال أن الفرق الرقابية نظمت جولات تفتيشية لمجموعة من الأنشطة والمشاريع الصناعية شملت شركة للتكنولوجيا البناء ومعمل ثرمستون وغيرها من الأنشطة، وأضاف أنه تبين من خلال الكشف أن الأنشطة حاصلة على الموافقة البيئية وملتزمة بالمحددات البيئية المطلوبة ولم يتم تسجيل أي مخالفة تذكر بحقها. شددت الفرق الرقابية في مديرية بيئة وسط رقابتها على محطات مياه الشرب للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والبيئية. مدير بيئة وسط صباح عباس فليح قال أن الفرق الرقابية قامت بجولات تفتيشية على محطات مياه الشرب في مدينة الكوت لمعرفة مدى التزام أصحابها بعمليات التصفية والتعقيم والنظافة العامة، مشيرا إلى قيام فرق المديرية بسحب نماذج من محطات مياه الشرب لغرض فحصها من الناحية البيولوجية في المختبر البيئي والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري. أجرت فرق وزارة البيئة كشوفات بيئية لعدد من المؤسسات الصحية والأنشطة الصناعية والخدمية في محافظة ذي قار لمعرفة مدى التزامها بالمحددات والضوابط البيئية. مدير بيئة ذي قار كريم هاني بيّن أن الفرق الرقابية وبالتعاون مع الشرطة البيئية أجرت كشفا بيئيا لعدد من الأنشطة الصحية والخدمية الكبرى والصغرى في المحافظة، شملت محطتي الزقورة والغزالية لغسل السيارات ومستشفى الربيع الأهلي لمعرفة مدى التزامها بالضوابط البيئية. وأضاف هاني أنه تم تسجيل بعض المخالفات البيئية التي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. أجرت الفرق الرقابية التابعة لمديرية بيئة المثنى جولات تفتيشية على عدد من المؤسسات والمراكز الصحية في قضاء الوركاء للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والبيئية. مدير بيئة المثنى يوسف سوادي أوضح أن فرق المديرية قامت بالاطلاع على كيفية التعامل مع النفايات الطبية من قبل العاملين وآلية التخلص الآمن منها، مبينا قيام العاملين بنقل النفايات إلى محرقة مستشفى الوركاء. سوادي أشار إلى استمرار الجولات التفتيشية للمؤسسات الصحية ومتابعة العاملين على كيفية التعامل مع النفايات الطبية تفاديا لانتقال الأمراض والأوبئة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة. استجابة لشكاوى عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات الرسمية لوزارة البيئة والمتضمنة وجود مجزرة غير نظامية قرب الدور السكنية في ناحية تاج الدين قضاء العزيزية بمحافظة واسط، وبناء عليه قام فريق من مديرية بيئة واسط بإجراء كشف موقعي للمكان وتبين عدم وجود مجزرة أو أي مخالفة بيئية. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، إلى اللقاء.